بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه المواكب جاءت من أرض الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مدينة الحلة، الحلة الفيحاء، مدينة العلم والعلماء. مواكب عدة من هذه المدينة، وهو موكب أهالي الحلة، وموكب من أهالي الشاوي، موكب شباب علي الأكبر، راية لواء العباس، موكب يحيى بن زيد، جاءوا ليعزون صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل، وهو مصاب سيدتي ومولاتي زينب جبل الصبر، سيدتي ومولاتي عقيلة الهاشميين في أرض الشام، من أرض الحسين إلى أرض زينب إلى أرض الشام. جئنا نعزي ونواسي محمد وآل محمد وشيعة أمير المؤمنين وجميع المسلمين في العالم جمعاء في هذه المصيبة الجلل التي قام بها عصابة من آل أمية لقتل سيدتي مولاتي زينب بعد قتل الإمام الحسين وأسرها، وجاءوا بها إلى أرض الشام بعد استشهاد سيدتي مولاتي رقية، استشهدت سيدتي مولاتي زينب. فنحن جائعون إلى دمشق لنعزي صاحب العصر والزمان ونقوم بهذه المصيبة، الطبخ والعزاء واللطم والبكاء والعويل وتضحية في كل شيء لمحمد وآل محمد. محمد وآل محمد، احنا غير حسين، ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي شفتها ذجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على، نشكر إذاعتكم على هذه التغطية في أرض دمشق أمام سيدتي ومولاتي جبل الصبر زينب عليه السلام. نشكركم جزيل الشكر لمرافقتنا في كل مكان. كلها الصية يا زينب، كلها الصية يا زينب، من أبعد مكان نشوف راية حشيم براية، والصحن العقيلة اليوم طلعت كلها مشاية، تعنت حافية الزوار لاخت حسين وفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعظم شعر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. بالنسبة احنا خدام من محافظة النجف الأشرف من قضاء المناذرة بصخير، جينا خدمة سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام والواسي الإمام صاحب العصر والزمان بهذا المصاب، واحنا جينا خدمة للزوار سيدة زينب سلام الله عليها، ونسأل الله أن يتقبل عندنا هذه الخدمة. وبالنسبة عن الموكب، تأسيس الموكب هاي السنة الثانية صار له، يعني العام جينا وهاي السنة الثانية، نسأل الله أن يطول الأمور ويسهل امرنا همات في نفس الوقت، وان يحفظ الزوار وان يديم النعمه هاي علينا بحق محمد وال محمد. والعباس شال الجود وتلقاهم غمار، بايام الزياره عين على المناره، وبصحن العقيله يتلقى الغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي الحوراء زينب جبل الصبر. اهلا وسهلا بكم وبقناتكم، تفضلت بمن اخدمكم. احنا بالنسبه ان مواكب اهالي الحله قاطبه، يعني اليوم ان شاء الله ينزل عندنا العزاء المركزي، وعليكم السلام، العزاء المركزي باسم اهالي الحله الساعه 1 راح ينطلق من موكب لواء العباس، واحنا قاعد نقدم الوجبات، وجبه الريوق، وجبه الغداء، وجبه العشاء. اليوم صار لنا 5 ايام ان شاء الله مستمرين الى بعد الوفاه، ومثل ما تشوف عينك خدام الحسين من كل حدب ومن كل صوب ومن كل مواكب الحله مشتركه بهذا العزاء. نسال الله ان يديم هاي النعمه وان يحفظ لنا المراجع العظام بحق محمد وال محمد. الساده نادوا عينه مطفيه، عم السادة نادوا عينا مطفية، والزوار مثل الأربعينية، والزوار مثل الأربعينية. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، مصاب زينب الكبرى عليه السلام جبل الصبر.
قامت فتية من الشباب من كربلاء المقدسة هيئة محمد الجواد حسين الشكرتشي بتكوين هذا الموكب. بداية كنا يعني موكب على قد حالنا، يعني موكب صغير، يعني موكب يعني بسيط. فبركة الله وأهل بيت الرحمة وزينب توسع هذا الموكب، صار يعني عملنا فتشي يعني يرضي الله وأهل بيت الرحمة. يعني أولا من الأفران، من الخبز اللي يبدأ برنامجه من الساعة 6 صباحا يعني 11-12 بالليل، أضافة إلى الطبخ يوميا تمنوا المرقة وجبة الغداء، وأضافة إلى الكباب الشوي والشاورما والقاص جهود الخيرين. باب السيدة يا ناس خدمتنا صيدك تحلى وزاير زينب من بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان بوفاة زينب العقيلة، أتينا وفي دين من الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة لخدمة الزائرين الكرام إن شاء الله بوجبات الطعام والخدمات، نقدم لهم وجبات الريوق والغداء والعشاء وأي خدمة إن شاء الله إحنا نتقبلها ونخدم الزوار إن شاء الله، ونشكر الله عن التوفيق. إحنا إن شاء الله أول سنة جايين، وإن شاء الله كل سنة وكل عام ومشكورين. يا ميت هلا نقلة من تتعنى للشباج روحك هي تندلة والطاف بقابر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتي مولاتي العقيلة زينب عليها السلام لعام 1444 هجري 15 رجب. اليوم إن شاء الله ليلة استشهاد سيدتي مولاتي العقيلة زينب عليها السلام. إن شاء الله نحن في هيئة الفضل العباس أهالي السيدة زينب عليها السلام عندنا مجلس لمدة 3 ليالي بهذه المناسبة. تم دعوة سماحة الشيخ عبد الله ملا هادي والرادود ملا حيدر العبادي والرادود ملا ماهر الشبلي لإقامة هذا المجلس. مع العلم نحن برنامجنا في هذه الأيام أيام الشهادة، شهادة سيدتي مولاتي العقيلة زينب عليها السلام. عندنا إن شاء الله كل مجلس يعني عندما ينتهي المجلس مائدة عشاء إن شاء الله، وعندنا قاعة خاصة للنساء في هذه الأيام، الأيام المصاب والعزاء الذي نعزي بها سيدنا مولانا الإمام صاحب العصر والزمان، هو المعزى بهذا المصاب الجلل رغم حالة الجو البرد والشتاء. وشكر خاص إلى مواكب العراق التي أتت من العراق التي حولنا. نحن قدر المستطاع في هيئة فضل العباس في حسينية الكتاب والعترة نقدم لهم المساعدات من جدور لطبخ الغداء، حتى عندنا موكب من أهالي الكوفة بجوار الحسينية يخدم، عندنا بجوار الحسينية عندنا موكب من أهالي سلطنة عمان كمان بجوار الحسينية يخدم. قدر المستطاع نحن في هيئة فضل العباس نساعد مواكب من أهالي كربلاء، من أهالي الكوفة، من أهالي الديوانية قدر المستطاع. كانت الاستعدادات لهذه الوفاة قبل تقريبا 10 أيام، نستعد لاستقبال الزوار. حتى عندنا منامة يأتون الأخوة من لبنان ومن بعض الأخوة من العراق، الفنادق كانت كلها مزدحمة ما في حجز أبدا، لكن احنا قدر المستطاع حاولنا نستقبل الزوار رغم هذا الجو البرد وهذه الأجواء. وعظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله لك الأجر يا سيدي مولاي يا صاحب العصر والزمان، وأعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية كي نحييها في العام القادم إن شاء الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم بشهادة مولاتنا وسيدتنا فخر المخدرات عقيلة الطالبيين أم المصائب زينب ابنة علي صلوات الله عليهما. أسأل الله القدير أن يوفقنا دائما لخدمتها ولزيارتها ولنيل شفاعتها. نشكر هيئة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه بجوار العقيلة على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الفعاليات وعلى هذا الإحياء العظيم الذي إن شاء الله يكون لهم شاهدا يوم القيامة، إن شاء الله يكون لهم موقفا مسجلا أمام أهل البيت عليهم السلام
لرفعهم هذه الراية، راية العزاء، لتقديمهم هذه الخدمات، سواء بدعوتنا للمجالس، بدعوة الأخوة الرواديد، بدعوة خدام سيد الشهداء عليهم السلام، بتيسير الأمور، بتسهيل قضايا المواكب وما شابه المجاورة لها. أسأل الله أن يوفقهم جميعا وأن يثبتهم على هذا الدرب وعلى هذا النهج وعلى هذه الخدمة بمولاتنا العقيلة صلوات الله عليها، وبجاه قدرها أرواحنا فداها، وعظم الله أجوركم جميعا. يعني طايف القبلة كلها على الخدامة، متحزمة النشامة، زاير زينب نصيح توصل بالسلامة، ذول أهل الباخت وأهل العزوبي، ذول أهل الباخت وأهل العزوبي، والزوار مثل الأرواينية، والزوار. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. هذه الشباب المؤنة تأتي إلى كل سنة لمدة تقريبا 13 عام إلى مدينة سوريا، إلى زينب، إلى زينب العطاء، إلى زينب أم المصائب، إلى زينب المظلومة، لتقدم هذه الخدمة القليلة بجاه زينب. فلولا زينب لما كان هناك الإسلام، فبدأ برسول الله وتوسط بالإمام الحسين عليه السلام، ومستمر باستمرار زينب سلام الله عليها. فهذه الشباب تأتي من العراق، من عراق الحسين، لتقدم هذه الخدمة المباركة إلى زوار سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها. زينب الصبر إن شاء الله. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا، وبحق هذه الأيام الزينبية أن ينصر الإسلام في كل بقاع العالم، وأن يبعد عنهم الظلم والظالمين والكافرين ومن يتبعهم. أعظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا رسول الرحمة والإنسانية، أعظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، أعظم الله لك الأجر يا سيدتي يا مولاتي فاطمة الزهراء، أعظم الله لك الأجر يا سيدي يا مولاي الحسن المسموم، أعظم الله الأجر لك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله حسين. هنيئا لكم، والله كما قال زينب، فوالله لم تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا، وهل رأيك إلا فدد وأيامك إلا عدد. سلام الله على زينب المظلوم، أعتذر عن الإطالة ما أقدر والله ما أقدر. ما أقدر والله ما أتحمل، ما أتحمل والله ما أتحمل. من كل الدول زوار طلعت تمشي ندريه، والمهدي الزياره هاي حضر كل سنه بيها، لازم ركضه طويريد يمزي انا ابني سويها، وتشوف السيمه والقاع اهل الغيره خليها، نتعنى القبورها نشتم بي عطورها والدمعة لزينب. السلام عليكم. نعادي صاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد مولاتنا زينب جبل الصبر، موكب هاي النافذة قلعة السكر، مستمرين بالتوزيع صار 5 أيام يوميا، يطبخ 500 كيلو لحم و6 تمه، وإن شاء الله الله يحفظ الزوار ويوفقهم بخدمة السيدة زينب. وندعي إلى جميع شيعة أمير المؤمنين يجون السيدة زينب يواسون السيدة زينب. السيدة زينب مظلومة والسيدة رقية مظلومة، وإن شاء الله شيعتنا كربلاء نجف أهل العراق كلهم ما قصروا على السيدة زينب، والمواكب الله يوفقهم إن شاء الله بالخدمة هاي العظيمة. وإن شاء الله كل سنة إحنا صار لنا هنا 8 سنين،
بنفس الفندق وبنفس الشارع قاعد نطبخ. سنة عن سنة زود. أول ما جينا أول سنة جينا 12، ثاني سنة جينا 40، وراها جينا 80، السنة جينا 120 نفر من قضاء بناصرية بقلعة سكر. وهذول خدام الموكب كلهم الله يوفقهم إن شاء الله ما يقصرون. وأشكركم ورحم الله والديكم. ممنون. والدمعة تطيح عليها علوي، والدمعة تطيح عليها علوي، وزوار مثل الأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جئنا من محافظة النجف إلى أشرف، إلى دولة سوريا، معزين رسول الله وأمير المؤمنين بمصاب السيدة زينب عليها السلام. وهذه الخدمة مشهودة لأولاد علي بن أبي طالب. فنحن جئنا من يوم الاثنين نخدم غداء وعشاء وفطور للزوار القادمين من المحافظات ومن الدول لإحياء ذكرى شهادة سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليها السلام. أسأل الله أن يحفظ سوريا والعراق وجميع زوار السيدة زينب، وأن يرجعون سالمين غانمين إلى ديارهم، وأن يشافي كل مريض ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وهو وفاة أو استشهاد مولاتي عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين جبل الصبر. احنا موكب أهالي الغراف محافظة ذي قار من العراق، جئنا لهذه المنطقة لنخدم. احنا طبعا كل سنة نخدم إن شاء الله، وهاي السنة على التوالي السنة الخامسة نخدم زوار السيدة زينب سلام الله عليها، ونخدم مو فقط زوار السيدة زينب وإنما كل من سكن حول مرقد السيدة زينب سلام الله عليها. نخدم، نقدم المأكل والمشرب. عندنا وجبة الصبح ريوق، وعندنا الظهر غدا هسه قاعد يشتغل شافوه، وعندنا عشاء هسه نكمل هاي وإن شاء الله نبلش بالعشاء. الأكل اللي موجود إحنا اللي قدمه للزوار وكل من يقصدنا دجاج ولحم وخيرات الله يعني اني يقدمها اللي نقدر عليها، وان شاء الله نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة. الله يحفظكم.